السلام الله عليكم. محمود جميل عبد الله سوس، علاج طبيعي وتأهيل. مين منكم ما حس في آلام في كتفه في بعض الأحيان؟ مين منكم حاول يرفع إيده هيك شوي لفوق وشاف في صعوبة وفي ألم بيجي من ورا، من قدام، من الجنب، في المناطق هاي، ومش قادر أرفع؟ كل ما أرفع أكثر كل ما زادت حالة الآلام في الكتف. مين منكم ولا عمره هيك بده يمسك شيء او يرفع شيء او يحني هيك من السيارة وحط ايده لورا هيك تا ياخد شيء وصار في عنده تشنج حاد في منطقة الرقبة ومنطقة الكتف؟ كتير منكم. موضوعنا اليوم مشاكل الكتف. مشاكل الكتف اللي هو المفصل الرئيسي بيشتغل في حركات متكررة، لأنه هذا مفصل رئيسي لازم نحرك إيدينا طول الوقت، فالحركات بتكون 180 درجة كاملة لورا، على الجنب، من قدام، حركات متعددة بشكل كامل، لأنه مفصل بيعتمد على إنه في عظمة هون وفي العظمة الهيموروس هذه بتيجي بالطريقة هذه. هلا المشكلة اللي بتصير أكثر شيء طبعا الحركة بتتم لما نرفع إيدينا لفوق بالطريقة هذه، فالعظمة هذه ورأس العظمة هذه داخل في التجويف هذا اللي جاي في المنطقة هذه، وفوق التجويف هذا في عندي منطقة اسمها عظمة، إذا بتقدروا تحطوا إيدكم إصبعكم بتحسوا في العظمة هذه هنا اسمها الأكروميوم، اللي بتيجي في المنطقة هذه. هذا هو الأكروميوم في الأصابع، هذه العظمة جاي بالمنطقة هذه، ففي عندنا فراغ، شايفين الفراغ هذا بين العظمة هذه وبين الأكروميوم، بين اللي فوق عظمة الكتف أو الزاوية تاعت عظمة الكتف من وراء اللوح. فلما نرفع إيدنا لفوق بالطريقة هذه بنوصل لمرحلة هون وقفنا، لانه هون بصير في عنا التهابات بكل امكانيه الحركه، بتضعف المسافه اللي هون وبتنزل المسافه اللي هون. ففي هاي الحاله لما بدي اجي ارفع ايدي بشكل عالي لفوق بحس انه في الام حاده جاي في المنطقه هذه، والالام هذه بتمنعني انه ارفع ايدي.